أهلا متابعات برنامج الصباح على 218. واحدة من المشاهدات سألتني على سؤال مهم، وهو كيف ممكن تعتني ببشرتها في الأربعينات. طبعا يختلف تماما نظام العناية بالبشرة في أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينات، تمام؟ علش لأن البشرة خلاص تبدأ تكبر، تبدأ يعني لما كنتي أنت مثلا في سن الشباب تقدري بشرتك تتحمل يومين ثلاثة من دون العناية بها، لكن لما تكبري وتبدي في خلاص أواخر الثلاثينات زي ما قلنا بداية الأربعينات، أي شيء وأي تقصير يبان فيها مباشرة. فنبي ننصحكم بعض النصائح كيف ممكن نعتنو ببشرتنا أكثر في سن الأربعينات. أساس العناية بالبشرة في السن هذا هو الترطيب. ليش؟ لأنها هي تفقد الكولاجين ويقل يعني إنتاج الكولاجين فيها، والدهون طبعا الدهون حتى هو يقل إفرازا في البشرة فتغير يعني. فمع تقدمك أنت في السن بشرتك حتى هي تقدم في السن، فتظهر فيها شوية علامات متاع ممكن الخطوط هيك الرقيقة، يسموا فيها هي شيخوخة البشرة، بس هي يعني شوية صعب المصطلح، نحس فيها يعني أوفر مازال. فالشوية يزيد أنك أنت تبي تزيد الترطيب متاعها. الترطيب 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 أهم حاجة في العناية بالبشرة في السن هذا، تبي تخليه أساس روتينك. طبعا أكيد مع الأكل الصحي، بس حاليا لما نحن نحكوا على الترطيب تبي تخلي الترطيب شيء أساسي، تبي تعوضي النقص اللي صاير، وطبعا تبي تستخدمي منتجات فيهن كولاجين سواء كان سيروم أو حتى مرطب عشان تعوضي النقص زي ما قلنا اللي صاير. في نفس الوقت تبي تهتمي بصحتك أكثر، يعني لما نقول أنك أنت تهتمي بصحتك حيبان على بشرتك، فتبي تاكلي أكل صحي، أكل ممكن يساعد يبين بشرتك مش باهتة وبلا حياة زي ما هي عادة في سن الأربعينات. طبعا شيء ثاني وهو مهم وهو الرقبة. في نساء واجد تهمل العناية بالرقبة، وهي مع الأسف أول الأماكن اللي يبان فيها شيخوخة الجلد زي ما يسموه في المصطلح، هو من أول الأماكن اللي يبان فيه، فلازم تهتمي به. لو أنت كنت هاملة من قبل وما تحطيش في المستحضرات متاعات العناية بالبشرة أو الترطيب على الرقبة، فننصحك تبدأ من الآن أنك أنت توليها الاهتمام. من أهم الأشياء زي ما قلنا هي صحتك، تبي تهتمي بصحتك أكثر بالأكل الصحي عشان تعوضي النقص اللي صاير، حيبان على بشرتك حتبان أكثر صحية. وفي نفس الوقت النوم، ساعات النوم لازم تاخذي من 6 إلى 8 ساعات. من قبل أيام السهر ممكن يبان، ممكن مش حيبان عليك لما كنت شابة السهر وأثاره، لكن حاليا أي تقصير في هالأشياء تبان على البشرة وتبان مجهدة جدا. صابون القهوة الطبيعي وصابون الفراولة بالتنت الطبيعي. فالصابون القهوة هو صابون مقشر، يقشر البشرة يفتحها ويشد. ننصح طبعا بالابتعاد عن شاشة الموبايل والتي في لأنها تأثر سلبا على البشرة وتبينها مجهدة ومرهقة. حنوريك منتج، في منتج مهم جدا جدا للعناية بالبشرة في السن هذا يساعدك والتزم به تماما، طبعا مع استعمال السيروم الخاص بالإنتاج الكولاجين وأيضا الكريم المرطب، وممكن تلقوا حتى في بعض مستحضرات الميك اب خاصة بالسن هذه حيكون فيها كولاجين وحيكون فيها فيتامينز مغذية للبشرة عشان تساهم في الحفاظ عليها في السن هذا. وهنا نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، إن شاء الله نكون فادتكن. وأي سؤال وأي استفسار ممكن تتواصلنا معايا وندير لكن فقرة عليه ونحكو فيه. ومع السلامة.